طيب كابتن حسام، عايز اسالك سؤال بعيد عن لاعبي النادي الاهلي، وان كان السؤال عن لاعب افضل فتراته على الاطلاق كانت معاك تحديدا في النادي الاهلي، وهو عبد الله السعيد. الناس بتسال على عبد الله السعيد ومركزه الان في تشكيله نادي الزمالك او في تشكيله جوزيه جوميز، انه بيلعب في وسط ملعب يعني شويه في نواحي دفاعيه اكتر منها هجوميه 8 أو 6. شايف مركز عبد الله السعيد في نادي الزمالك يليق به او يليق عليه ولا لا يليق؟ انت يا كريم، انت بتقول السؤال والاجابه. لانك اتفضل يا كابتن. لانك بالفعل يعني انت عندك وعي طبعا غير الميزه الاعلاميه الكبيره اللي يا عندك. يا رب يخليك يا كابتن. لا فعليا، لان انت بتسال سؤال جيد، وبالتالي حتى قلت الاجابه عليه، هل بيتم استخدامه في مركز صحيح هو 6 أو 8؟ اعتقد ان عبد الله السعيد في يعني طبعا خلينا نتكلم بمنطقيه وصراحه، لاعب مميز جدا، لكن العمر السني خلاص يعني كبر، فبالتالي يجب استخدامه بشكل جيد وهو مركز 10. لان انت ما بتطلب من عبد الله السعيد يلعب مركز 6 أو 8، فبتطلب منه مهام دفاعيه بتؤثر كثير عليه، وبالعكس بتنقص الفريق من الميزه اللي موجوده عند عبد الله السعيد، وهو انه يبقى موجود في مركز 10، يقدر يعمل الاسيست، يقدر يعمل المسانده الهجوميه والزياده العدديه في الناحيه الهجوميه، يقدر يبقى قريب من منطقه الجزاء والتصويب. فاعتقد ان مركز 10 هو الافضل لعبد الله السعيد في المرحله الحاليه، وكان دايما بيجيد فيه، فاعتقد ان استخدامه في مركز 6 أو 8 غير صحيح.